You know, this is election in Egypt, talk about election year. And Marshal Sisi, after people say revolution or coup of June 30th, eventually he is now running, the front runner of presidential election. All the hope for the last year about how magnificent Marshal Sisi is, the one who is going to save Egypt from the Brotherhood and extremism and terrorism. He's the Bush of Egypt. It turned out the election has very few voters and a lot of talks about the empty election polls, stations. And it was a major blunder there, and they had to extend the days, you know, one more day and one more day, and issue a warning: if you don't vote, we're gonna fine you $500, and I mean Egyptian pound, and people walking in the street that have like drive-through voting, and where people go to the cars and people in the street and give them a ballot. It's a bizarre election, but hopefully it's over, and hopefully the CC will take over. And so I talked to a few eyewitnesses from Cairo, Egypt, about the election and how they feel about it, and we'll show you that clip, and then we'll come back to the studio. Assalamu alaikum, and God bless you all. تقريبا 70% من الشعب بينزل يصوت بيستجيب لدعوة التيارات الإسلامية سواء بسبب الخطاب الديني لأن احنا مجتمع مفترض ان هو مجتمع محافظ ومجتمع متدين او لأن السيسي والجنرال اللي بيخوض انتخابات محسومة يعني مسبقا والقصة خلصانة. هو أنا شايف تحديدا إن الإشكالية ديت كان أكتر إشكالية ضرته في اليومين اللي فاتوا مع بداية الاستحقاق للانتخاب اللي حصل في البلد. السياسية الثانية حركة زي حركة 6 أبريل حركة جماعة ضغط ليها توجه مدني توجه علماني ومع ذلك مقاطعة بسبب اعتقال قيادتها مرشحين الرئاسة السابقين على الأقل يعني البارزين منهم زي خالد علي أو بن فتوح خالد علي معروف ان هو بتوجهه يساري للايام نفسها في وسط الاسبوع مش مثلا اول اسبوع او اخر اسبوع ممكن ناس كتير جدا تقدر انها تاخد يوم اجازه ممكن يعني قلت درجات الحراره الناس كتير جدا اتكلموا فيها لدرجه ان احنا النهارده يعني انتظرنا قرار جريء من سعاده الدكتور محلب ان هو يبقى فيه قرار مجلس الوزراء بتخفيض درجه الحراره بكره يعني. طيب انت نفسك رحت انتخبت؟ لا طبعا انا طبعا مقتنع بفكره المقاطعه وفكره المقاطعه بتفقد النظام شرعيته. طبعا انا ما نزلتش انتخبت لان دي مسرحيه معروف النتيجه بتاعتها. بالنسبه لان انا اخويا معتقل فكل الحاجات بقى الدم والقتل والتفكير بالحاجات اللي حصلت كلها ظاهره قدامي. ان الجيش اخطا نفس الخطا اللي عمل الاخوان ان هم رشحوا ممثل في الرئاسه. اعتقد ان السيسي هيخسر تاريخه وحسني مبارك قبل كده خسر تاريخه العسكري وكان من قاده حرب اكتوبر لما قعد في السلطه وما قدرش يحل المشاكل وتورط في الفساد. المشهد بالنسبه لي ان كان من الافضل ان المشيع فتح السيسي كان ينتهي عند المرحله اللي هو انتهى عليها ونشتغل سياسه او نقدم طرح تاني مختلف. الناس لو ما كانش الجيش والعسكر اتدخلوا كان ممكن ده كفيل ان محمد مرسي يستجيب للشعب ويدعو لانتخابات مبكره او يتنحى. يعني طب هو حمدين صباحي هيقدم ايه؟ وايه المشروع اللي عنده اللي هو هيقدمه؟ حتى صمتنا بيرعبكم فلنراقب بصمت. يعني العسكر ما تدخلوش اللي عملوا الاخوان في 80 سنه كانوا هيهدموه باخطائهم الجسيمه. بينا يعني الجيل بتاعي كله وصل للقناعه ديت ان احنا كلنا احنا بنتلعب بينا، احنا ما بنرسمش مستقبل بلد ولا بنرسم مستقبلنا، احنا اللي بيترسم لنا وبالطريقه اللي هم عايزينها.